هذا يسأل عن إذا كان الإنسان حصل على شهادة بطريق الغش، هل يجوز له يتوظف بها ويعمل بها؟ نقول الغش حرام، الغش حرام، ومن غش فعليه بالتوبة إلى الله عز وجل. وأما العمل الوظيفي إذا كنت تؤديه على الوجه المطلوب، تؤدي العمل على الوجه المطلوب، المطلوب القيام بالعمل. بعض الناس يؤدي العمل وهو ما معه شهادة، الكلام على أداء العمل وإتقان العمل. فإذا كنت تؤدي العمل على الوجه المطلوب فهذا هو المطلوب منك، وتبرأ ذمتك مع التوبة من الغش الذي حصل. نعم. أما إذا كنت ما تقوم بالعمل حتى ولو كان معك شهادة صحيحة ما فيها غش، معك شهادة ما فيها غش، لكنك لا تقوم بالعمل، هذا حرام عليك.